السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تتيح لكم أن ترسلوا لنا رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم سنتحدث مشاهدينا الكرام عن قوات جديدة تشكلها الحكومة تدعى قوات حفظ القانون، ونضع كلمة حفظ القانون بين قوسين. ما الأهداف التي ينتظر من وراء هذه القوات؟ لماذا تشكل الحكومة قوات جديدة وهي لديها كل هذه التشكيلات المسلحة؟ هناك من يرى بأن هذه القوات مشكلة قبيل المظاهرات يوم 25 من تشرين من أجل أن تكون هي القامع لهذه المظاهرات. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. طبعا مدير أعلام وزارة الداخلية اللواء سعد معن قال إن عمل قوات حفظ القانون المشكلة جديدا سيكون حماية أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وأضاف كذلك أن القوات الجديدة ستكون بحجم فرقة عسكرية مكونة من منتسبي قوات الداخلية من مكافحة الشغب وشرطة الطوارئ والرد السريع، وقال إن القوات لن تستقبل متطوعين جدد وسيكون ارتباطها بوزارة الداخلية حصرا. هذا بالنسبة لتصريح الحكومة عن هذه القوات، لكن نحن نتساءل ما الهدف الحقيقي من وراء هذه القوات؟ لماذا تسعى هذه السلطة الحاكمة إلى تشكيل قوات جديدة تحت مسمى حفظ القانون أو أي مسمى آخر في ظل هذه التشكيلات الكثيرة التي تمتلكها، إن كانت في وزارة الداخلية أو إن كانت في وزارة الدفاع أو حتى في ميليشيات ما يسمى بالحشد الشعبي؟ لماذا هذه القوات الجديدة؟ ألا يكفي ما تمتلكه القوات الحكومية من فرق عسكرية ومن سلاح ومن أفراد ومن مسميات كذلك؟ ما الذي يدعو إلى تشكيل قوة جديدة تحت مسمى حفظ القانون؟ طيب ماذا عن بقية القوات؟ ألا تحفظ القانون؟ لماذا إذن الخروج بهذه القوات قبيل المظاهرات تحديدا؟ ألا تمتلك القوات الحكومية الحالية القدرة وفق معاييرها وفق معايير السلطة على حماية الناس وحماية الأرواح؟ لماذا تخرج السلطة الحاكمة بفرقة جديدة تحت مسمى يعني يضحك كل من يشاهده حقيقة حفظ القانون؟ أين القانون أصلا في العراق؟ أين النظام أصلا في العراق؟ أين حماية أرواح المدنيين أصلا في العراق لكي تخرج هذه القوات تحت هذا المسمى؟ معنا السيد محمد من بغداد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد تفضل، حياك الله. نعم نعم نعم، أريد أشارك في البرنامج، أنا ما عندي رصيد أقدر أخابر. محمد أنت على الهواء مباشرة، تفضل. محمد الله يبارك فيك. تفضل محمد. نعم أسمعك. أسمعك يا محمد، تفضل. شكرا جزيلا محمد للمشاركة. طبعا مشاهدينا الكرام نذكر كذلك أن هناك أحداث لا تزال ترتبط بالانتفاضة، انتفاضة تشرين التي خرجت في يوم الأول من هذا الشهر، وطبعا مفوضية حقوق الإنسان عضو المفوضية ثامر الشمري قال إن المظاهرات قمعت بوحشية وأن عمليات القنص كانت حكومية، وبينا أن جرح المظاهرات لم يلجأوا للمستشفيات خشية الاعتقال. هذا تصريح خارج من السلطة الحاكمة كذلك، وهو يدين هذه الحكومة بأنها هي المسؤولة أو التي تقف خلف القناصة التي استهدفت المتظاهرين.
وبالتالي هذه القوات عليها مئات أو آلاف ربما علامات الاستفهام والتساؤل عن الحقيقة التي تقف خلف هذه القوات. أبو محمد من أربيل تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا أكو مثل يقول إن لم تستحي تفعل ما شئت. نعم. طبعا ذولا ما عندهم حياة، ما يستحون على إيش طالعين المظاهرات؟ يعني هم بالحكومة، هم مشاركين من الحكومة من 2003 لحد الآن. يعني معقولة يطلعون من على تقصد من مظاهرات. تقصد يا أبو محمد من تقصد؟ يعني كلهم اليوم هذا شو اسمه نسيت اسمه هذا العامري، هذا العامري اليوم ده يحكي على الحكومة ومتهجم على الحكومة ويحكي على الحكومة، مو أنت بالحكومة. نعم. زين مقتدى الصدر، أنت سيد مقتدى الصدر، يعني احترام، يعني مع احترامي للمقتدى، يعني معقولة أنت تطلع وعندك ما ادري 40 وزير ما ادري ايش قد عندك، يعني معقوله انت تطلع مظاهرات على الحكومه مالتك؟ شيء غريب يعني. نعم. ذولا الصدق ما يستحون ذولا. بعدين انا اريد اوجه رسالة، لكن يا ابو محمد الناس اللي طلعت ما قالت احنا ما حد يمثلنا ولا نمثل احد. يعني انا ارد اناشد الشعب العراقي، يعني نعم. معقوله لحد صار من 2003 لحد الان بيصدقون بهاي الحكومه؟ بيصدقون بالمرجعية؟ معقولة بيصدقون بالمرجعية؟ إلى متى؟ مو المرجعية اللي وصلتهم لليوم يا أبو محمد، يا أستاذ محمد، يا عيني. نعم. طيب. أنا أرد أناشد ردك على موضوع اليوم، سؤالي عن موضوع اليوم، برأيك قوات حفظ القانون الجديدة التي شكلتها الحكومة، برأيك يا سيد أبو محمد ما الهدف الحقيقي من وراء هذه القوات؟ أستاذ محمد هم يريدون يبقون بالحكم، هم يريدون نفس الوجوه تبقى بالحكم. نعم. يعني ماكو كل تغيير ماكو من هالوجوه هاي، إلا أنا أقول لك ثورة ومظاهرات، إحنا ما نريد مظاهرات، إحنا نريد ثورة يطلعون دول يسهلوهم، اللي يجي من القوة لازم يطلع بالقوة. استاذ محمد ولا نعم. ما يطلعون اذا مو القوات. شكرا ابو محمد، وضحت الفكره. نقرا بعض الرسائل مشاهدينا الكرام التي وردت من المشاركين على الواتساب. يقول احد الاشخاص السلام عليكم، للاسف سمعت بعض الشعارات الجديده الفاسد برا فقط، اقول لهم راس الحيه هي ايران واذنابها الفاسدين، اقطعوا راس الحيه اولا، ايران والفاسد برا صدقوني كل مصيبة بالعراق إيران وراها. في رسالة أخرى لدينا، طيب أحد الأشخاص يقول انقطع الاتصال، ولكن بالمختصر هي قوات أمريكية، أعتقد ربما كان هو محمد من بغداد. لدينا رسالة أخرى تقول السلام عليكم، أخوكم أبو طارق من بغداد. بالنسبة لتشكيل القوات الجديدة المعروفة بقوات حفظ القانون، ما هي إلا قوات ميليشيات حفظ السيطرة الفارسية على العراق، وعملها هو تكميم أفواه الحق وتكميم أفواه كل معارض لهذه الحكومة الفاسدة، وإن شاء الله سوف يكون يوم 25/10 هو انتفاضة للضمير الحي الرافضي لكل أنواع الاحتلال والتبعية الفارسية في العراق. شكرا أبو طارق. لدينا أيضا رسالة أخرى يقول أرجوكم، أنا عندي من بغداد، عود الاتصال. طيب محمد من بغداد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي أنا منتسب في وزارة الدفاع بغداد الدوم. حضرتك منتسب في وزارة الدفاع الحالية؟ أسمعك أخوي. أسألك، حضرتك الآن منتسب؟ أعرفك أخي، أنا متابع البرنامج. محمد تسمعني يا محمد؟ فقدنا الاتصال مع محمد. السيد محمد من بغداد هو نفس الشخص اللي اتصل قبل شوية، يختلف شخص آخر يعني. طيب يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال.
في رسالة أو في رسالة أخرى يقول أحد الأشخاص أبو حاتم من الموصل: تحية طيبة للجميع. التظاهر في خطر من خلال قناة الرافدين وطالب الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة عدم الانحياز بإرسال لجان مشرفة على مظاهرات يوم 25 من تشرين الحالي والحفاظ عليها من ميليشيات إيران وميليشيات ساسة الخضراء وعملاء إيران في العراق، وتهديدات هادي العامري وفالح الفياض وجلال الدين الصغير وميليشياتهم. والسلام عليكم. وعليكم السلام، شكرا لك. لدينا رسالة أخرى تقول: السلام عليكم، يتساءل عن موضوع الحلقة. مشاهدينا الكرام، للتذكير موضوع الحلقة هي تشكيل قوات باسم حفظ النظام أو حفظ القانون، شكلتها هذه السلطة الحاكمة. تقول إن الهدف وراءها هو الحفاظ على القانون والممتلكات العامة والخاصة وأرواح المدنيين، لكن نحن نتساءل كيف أو لماذا تشكل هذه الحكومة قوات جديدة وهي لديها كل هذه التشكيلات المسلحة؟ ما الهدف الحقيقي من وراء هذه القوات؟ هل هناك قانون أصلا ليحفظ في العراق؟ هذه أسئلة نطرحها بخصوص هذه القوات الجديدة التي تقول الحكومة إنها من أجل حفظ القانون والنظام، لكن هناك من يرى من المراقبين والمتابعين أن هذه القوات هي من أجل قمع المظاهرات القادمة. طيب، معنا السيد أركان من بلجيكا، تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. بداية اسمح لي أن تعقيبا على كلامك في البداية أنه موضوع تشكيل قوات أخرى نعم لضبط النظام وما إلى ذلك، طبعا هذه قوات إضافية تحضيرا للمظاهرات الكبرى، وأنا متأكد أنها كبرى، ستكون كبرى يوم 25 من هذا الشهر لقمعها وزيادة أعلى عدد من القتل للمتظاهرين سنين. واسمح لي أن أوضح ما تسرب من ما يسمى لجنة تقصي الحقائق بشأن استشهاد وجرح الآلاف من المتظاهرين الشرفاء. تسربت معلومات طبعا دقيقة جدا، هذه المعلومات أن اللجنة التي شكلت في تحقيق ما جرى من قتل وقمع بحق المتظاهرين سنين وصلت إلى إدانة ما يقارب من 8 ضباط صغار من قوات مكافحة الشغب بين قوسين مكافحة الشعب. ويقولون لم نعرف من أعطاهم الأوامر لذلك، ويمكن أن يكون تصرفوا دفاعا عن النفس. أما بخصوص القنص، توصل لجنة، طبعا هذه لجنة تقصي الحقائق، توصل لجنة باستمرار التحقيق حين التوصل للجنات، وهذه معناتها يعني ينسى هذا التحقيق. أما إذا سمحت لي تفضل، أن هذه العصابة التي تحكم البلد يجب على الشعب أن ينظر من شمالي إلى جنوبي ماذا يفعل بهم وهم ساكتون، وإن شاء الله أن يثوروا الثورة كالبركان أمام هؤلاء المجرمين، من ما يسمى رئيس الوزراء المجرم الإرهابي السارق عبد المهدي، عادل عبد المهدي وميليشياته الإرهابي. أما شيء آخر إذا سمحت لي أخيرا، إذا سمحت لي أستاذ محمد، شيء مهم جدا هذا، خرج ما يسمى علينا المجرم كريم النوري المتحدث السابق باسم ميليشيا الحشد الشعبي الإرهابي يبرئ هذا المجرم كريم النوري، يبرئ المدعو الإرهابي أبو زينب اللامي مديرا من الحشد الإرهابي من أي قتل للمتظاهرين، بينما أكدت وكالة رويترز للأنباء أن من قام بقنص المتظاهرين بأوامر من الإرهابي أبو زينب اللامي وهو المتهم الرئيسي للقتل بالقنص، بل قرأت رويترز أيضا أن الإرهابي اللامي هو من تولى. كيف يمكن ضمان أن هذه القوات الجديدة التي تسمى قوات حفظ القانون لا ترتكب انتهاكات قد تكون أكبر حتى من ما ارتكب سابقا؟ أنا برأيي أنها سوف تكون أكثر فتكا وأكثر قمعا وأكثر قتلا. هل تعتقد هذا الكلام يا سيد أركان يخيف المتظاهرين الذين يرغبون بالخروج؟ هذا الحديث الدائر الآن عن فرق موت ربما أو اغتيالات أو قوات جديدة للقمع، هل ستثني المتظاهرين عن الخروج؟ أنا لا أعتقد ذلك، لأن حاجز الخوف كسر
بعد استشهاد أكثر من 300 بريء من الشباب، وسوف يحصل الأكبر من هذا، وأنا على يقين من هذا، وسوف أثبت لكم كلامي يعني إن شاء الله في وقتها. ولن يتراجعوا هذه المرة المتظاهرين، وستتوسع المظاهرات في كل مكان وفي كل محافظة وفي كل حي إن شاء الله. شكرا جزيلا سيد أركان، كنت معنا من بلجيكا، أشكرك للمشاركة. نقرأ بعض الرسائل الأخرى مشاهدينا الكرام. يقول أحد المشاركين: أكبر فاشل هي إيران، كافي خرافات. رسالة أخرى تقول: السلام عليكم سيد مقتدى دخيل الحسين، اطلع برا وخليك برا المظاهرات. لدينا رسالة أخرى تقول، أو هذا اتصال، طيب رسالة أخرى تقول: السلام عليكم أخي، أنا ناشد الحكومة بالعفو عن الأبرياء، والله أخوتي 3 سجناء وهم أبرياء. طيب في رسالة أخرى تقول: السلام عليكم أستاذ محمد، نشكر قناتكم الموقرة والوحيدة التي تدعم الشعب العراقي، وبالفعل إنها صوت الشعب، شكرا لكم يا عراقيين يا أوصلاء. شكر موصول. أيضا يقول السيد عبد الخالق الناصر: أشكر قناتكم الرائعة، إلى متى هذا الحال يا حكومة الشعب العراقي المظلوم؟ طبعا الحكومة ما سوت أي حل لهذا الشعب العراقي، لا من توفير فرص عمل للمواطنين، ولا من تعليم، ولا من مساعدة المساكين والمحتاجين، ولا من صحة. أتمنى يتغير هذا الحال، الشعب انظلم هواي من مأساة وحروب. يقول: إعلان ترامب سحب قوته من سوريا هو لتوفير قوة تعمل على حماية المصالح الأمريكية، ومن أهمها المنطقة الخضراء وقاعدة عين الأسد ملثمين. طيب معنا السيد أبو محمد بن ميسان، تفضل أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هاي قوات حفظ النظام الجديدة علماً ضد المتظاهرين اللي هو المسك الحدود مع سوريا، وشكراً. شكراً أبو محمد. يقول أحد المشاركين سعد من السعودية: هذه القوات لحفظ الفساد، والعالم كله يشهد على إجرام هذه العصابات في حق الشعب العراقي، العصابة تريد قمع الشعب باسم النظام. رسالة أخرى تقول: السلام عليكم، هل هي القوات مع المتظاهرين أو ضد المتظاهرين، ومن هو رئيس هذه القوات؟ بحسب إعلام أو مدير إعلام وزارة الداخلية، هذه القوات تتبع مباشرة إلى وزارة الداخلية وتأخذ أوامرها مباشرة من وزارة الداخلية، بحسب حديث أو تصريح لواء سعد معا المدير إعلام وزارة الداخلية. طيب معنا سيد مصطفى من مصر، تفضل مصطفى. أيوة، السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. نحييك ونحيي شعبنا البطل المغوار الشجاع. وأما يا سيدي بالنسبة لما يسمى ميليشيات او عصابات حفظ القانون، هو في قانون اصلا يا استاذ محمد، قانون العصابات يقتل ويسرق من 17 سنه، فدول ميليشيات اغتيالات، لكن ما يقدروش يرتكبوا جريمه ثاني. انا ضد الاخ اللي اتصل وبقول لك لا، ما يقدروش يرتكبوا جريمه ثاني ابدا، هم بيعملوا فزاعه لكن ما يقدروش يرتكبوا جريمه حتى يقتلوا فرد واحد، لان العالم كله فتح عيونه والدنيا خلاص. اخي بص العراق غضب، وبدل العراق غضب يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر من غضبته، صبر ياما وغضب. وانا اشكرك والثوره مستمره. شكرا جزيلا سيد مصطفى، كنت معنا من مصر. مشاهدينا ايضا نطرح سؤالا عن قوام هذه القوات ومن اين شكلت. يقول سعد معا انها قوات بحجم فرقه عسكريه مشكلة أو مكونة من منتسبي قوات الداخلية، مكافحة الشغب، وشرطة الطوارئ، وكذلك الرد السريع. مشاهدينا الكرام، نعود قليلا إلى تاريخ هذه القوات. كم من انتهاك ارتكب على يد وزارة الداخلية بكافة صنوف قواتها وتشكيلاتها؟ ما الذي ستقدمه قوات حفظ القانون بين قوسين إلى المجتمع وإلى القانون أصلا في العراق؟ وهل هناك أصلا قانون ليحفظ في العراق؟ طيب معنا السيدة نجاح من الأردن، تفضلي. نجاح، مساء الخير أستاذ. مساء النور، تفضلي. أهلا وسهلا سيدة نجاح.
أستاذي العزيز، هذه القوة اللي جاية وحفظ السلام والشيء هذا كله مجدي نفع. وبعدين صار تيار قوي الشعب، وعاء الشعب محروم ومظلوم ووصل حده بعد ما يخاف الشعب، طلع بكل قوته يعني، وخلى الموت أجزد ما أنه العالم صارت يعني تعصش قد صارت قد جرحاش قد قتله، بعد ما يرجع الشعب لأنه عرف أنه شعب مخدوع ومهدورة ثرواته وده ينطمع وده ينكتل، وهم هو داخل بيته ده ينكتل يعني بمنطقته ينكتل. هو شنو الميت وشنو فرق الميت عن العايش؟ لا شغل لا صحة لا تعلم لا تعليم العفو، زين كل شيء ماكو، محروم من كل شيء. إذا يروح يقاتل بشرف لأنه قدام رب العالمين وقدام الناس يكون عنده كرامة وده ينقتل، مو قاعد هو بالخضراء. ما توقعاتك لقوات حفظ القانون يا سيدة نجاح؟ نعم، ما هي توقعاتك لقوات حفظ القانون المشكلة حديثا من قبل وزارة الداخلية؟ هاي حفظ هذه هي لقمع المتظاهرين يعني، بيريدون نعم المشكلة هاي يحاولون انه يقمعون الشعب يرجعوهم، بس هاي هات ما يرجع الشعب وما يخاف، وراح يطلعون وراح يشوفون قد راح تكون العالم بكثرة أزد من قبل. نعم، شكرا 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 جزيلا سيدة نجاح، كنت معنا من عمان. مشاهدينا الكرام نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. يضربون الريش والله شايلين أعلام طابوا فاشروا الريش، يعني احنا متابعين لا للتيار الصدري لا للسستاني لا سنة لا شيعة لا كاد، انا عراق انا عراقيين غلطانين في علامني هاي فاوح يجون علينا بطلق حي هاد مسيل الدموع ليش ليش رابيين، وهذا عراق كله يعني انا وغيري وغيري ليش بس ما عاد يسمعني، الله اكبر على كل ظالم كل واحد باع العراق، يعني انتم شنو لا تخلونا نطح لا تخلونا نفار لا تعطونا عقوقنا، اخر انسان سددي اشتغل في دار ها يوم 10000 دينار معيشني، الله اكبر عليكم. موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، كما ذكرنا في بداية هذه الحلقة بإمكانكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي بإمكانكم فقط من خلالها أن ترسلوا لنا رسائلكم النصية، لكن غير متاحة هذه الخدمة للاتصال لكل من يحاول أن يتصل عن طريق الواتساب، هي للأسف غير متاحة. السيدة أم عبد الله من بغداد تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لحضرتك لقناتكم الشريفة لكل عراق الشريف. أهلا وسهلا. أستاذ الوضع الحالي للمتظاهرين يعني تغير عما كان سابقا عليه، لأنه سابقا كان مطالب يعني تحقيق خدمات. نعم. لكن في السيف المطالبة بإلغاء النظام ككل. وإحنا نعرف أنه النظام اللي طبعا ما يوافق على هذا الشيء راح يصير نوع من التحدي ما بين المتظاهرين وما بين الحكومة العراقية، فهذا يعني أنه إذا صرفت الحكومة بتصرف عدائي للمتظاهرين السلميين راح يؤدي إلى وضع شديد للغاية، خاصة حرب الشوارع أعتقد، وبالإضافة إلى هذا أنه الحشد الشعبي اللي هم أكثريتهم من جماعة مقتدى الصدر ينزلون إلى الساحة. أم عبد الله أنا أسأل اليوم عن قوات حفظ القانون حتى لا نتوسع بالفكرة، قوات حفظ القانون أسأل هل في العراق أصلا قانون ليحفظ؟ عادي ماكو قانون، العدو شنو اللي صار بالبلد؟ هو لأنه للقانون ما إلى أصلا أساس بالعراق، لهذا صار هذا الشيء اللي إحنا نعيشه يعني،
بيأدى إلى يعني بعثرة الأمور كلها. وإلى الآن إلى الآن يعني لو كان إذن فدنية حسنة الحكومة إنه تهدئ الأمور تقوم بخدمات يعني يعني تؤدي إلى تهدئة الشارع. نعم. لكن كل تحدي الكل حتى المسؤولين يهددون المتظاهرين بالنزول إلى الشارع، وخاصة هذول الفرق الخراسانية والنجباء وما أدري منو كلهم يعني متمثلين إنه لازم ينزلون للشارع للحفاظ على هذه الحكومة. طيب. الحكومة بعدين رجال الدين، رجال الدين هذول اللي نزلوا باعتبار إنه دولة العراق. نعم. تعب وحصل على هذه الحكومة ومنجزات رجال الدين، ولا هي إنجازات لا حكومية ولا رجال الدين كلها ضحك على وضحت الفكرة. سيد أم عبد الله شكرا لك. نقرأ بعض الرسائل. يقول أحد الأشخاص مرحبا أستاذ محمد، عماد فيصل من الولايات المتحدة يقول إن شاء الله شباب العراق قادم نحو التغيير بهمته وقوة عزمه على استرجاع العراق إلى أهله وطرد كل من يعبث بمقدرات وثروات العراق من عملاء إيران في المنطقة السوداء، هكذا يقول. في رسالة أخرى لدينا، السلام عليكم، أخوكم أكرم من ألمانيا. ثوارنا لا يحتاجون إلى لجان حفظ الأمن من الحكومة الفاسدة، صدق المثل اللي يقول حاميها حراميها. تحياتي لقناة الرافدين الحرة. شكرا جزيلا يا أكرم. يقول أحد الأشخاص السلام عليكم أستاذ محمد، كل هذه التصرفات التي تسلكها الحكومة لم تجدي نفعا لضعف نفوذها وتشبثها بإيران والأطراف الثانية. عزيزي إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، وأوصي الشعب الكريم الذي يرفض الإذلال فعليه أن يخرج بالكامل لأن تأبى العصي إذا تجمعنا أو اجتمعنا تكسرت، وإذا افترقنا تكسرت أحادة. يقول أستاذ محمد إنها أنفاسها الأخيرة حسب تحليلاتي الشخصية لأن الباطل زهوق. شكرا جزيلا. رسالة أخرى تقول السلام عليكم، أخوكم ستار من بغداد. أحب أنبه الجميع وأتمنى تكررها 3 مرات، القوات الجديدة هي أحقر قوة مكونة من ناس بايعة أعراضها، شغب وداخلية ورد سريع، كلهم ما يخافون الله. وقت المظاهرة حيقمعون براحتهم، بس والله ما نسكت، يضربونا نرجع ناخذ سلاحنا ونضربهم. والبادة أظلم، تسمح لي أقول لك شيء، السيارات الجديدة مالت الداخلية رمت علينا وظلت تلاحقنا بالركن، واقفين شباب 5 خرطتهم خرط وراحوا بلا ضمير، وأكبر مجرم هو وزير الداخلية وأعوانه. طيب رسالة أخرى تقول معا معا لإسقاط هذه الحكومة الجائرة. سيد مقتدى، مو بسيد مقتدى، احنا ماضين ولا نترك الثورة إلا بإسقاط هذه الحكومة الظالمة وإرجاعها إلى بلدها الأم إيران. رسالة أخرى تقول السلام عليكم أستاذ محمد، كل العراقيين يعرفون الحكام اللي سببوا دمار العراق، بس ليش ما تذكرون السياسيين السنة اللي دمرونا؟ ليش التفرقة؟ حذيفة العراقي. والله حذيفة حضرتك إذا متابع، يعني تابع يا حذيفة، حتعرف احنا لا نستثني أحد من الفاسدين في قناتنا عندما يرتكب انتهاكا أو يرتكب خطأ أو يعتدي على مواطن، على حق عام، يعتدي على العراق بشكل عام، لا نستثني أحد. ودائما ما نتساءل أين السياسيين السنة مما يحدث لأبناء المحافظات الغربية والمدمرة، وهم الآن في المخيمات ويأكلون أجلكم الله، بعضهم في حالة فقيرة جدا يأكلون ويبحثون عن طعام في المزابل والنفايات. وماذا عن الملايين المهجرة والنازحة الآن التي لا تستطيع العودة إلى منازلها؟ ماذا عن المدن المدمرة؟ أين شعارات هذه المنطقة تمثلني وديال هويتنا وغيرها من هذه الشعارات التي رفعت في الانتخابات ولم يرى أحد من أبناء هذه المحافظات وجوه هؤلاء؟ نحن لا نستثني أحدا، لكن عليك أن تتابع يا حذيفة قبل أن تتهم. طيب معنا اتصال غير جاهز الآن، نكمل قراءة الرسائل المشاهدين الكرام. يقول سيد مبروك من الإمارات، تحية لك أخي محمد، الثورة التشرينية تستمر وتنذر أنه تجب الثورة على الأحزاب العملاء لتصفيتهم تصفية حساب وزوال إلى غير رجعة، و
وأنه يأتي وطنيون يبنون البلد شامخا عزيزا بهمة أبنائه الشرفاء وعزيمتهم الصامدة وشعار المظاهرات الشعب يريد إسقاط الحكومة. في رسالة أخرى: السلام عليكم، أريد أن أشدكم من خلال قناتكم، أنا ابني مفقود الاسم محمد مطلق من الفلوجة الحلابسة بتاريخ 16/5/2016، والمن ناشد يقولون بجرف الصخر وأشكركم. طبعا مشاهدينا الكرام، من المآسي التي يعيشها العراقيون والتي تعيشها كثير من العوائل كل يوم هي التغييب القسري والإخفاء للنازحين أو الساكنين في المحافظات التي جرت بها عمليات عسكرية وغيرها على يد الميليشيات والقوات الحكومية. طبعا نتمنى هذه المناشدات أن تصل إلى من يهمه الأمر ومن يستطيع كذلك أن يتدخل من أجل علاجها. السيد أبو علي من واسط، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل أبو علي. شعبنا في العراق، حياك الله. للثوار في العراق إن شاء الله لينتظرهم الثورة التي لم يتراجع عنها. نعم. واليوم أطلقوا صرصة وهاشتاج لا تركب الموجة. حقيقة أحب أوجه كلمة إلى مقتدى الصدر. نعم. أنت ما حميتهم من اجى الجيش، مو الجيش، لا مو الجيش، من اجت الميليشيات وتلفهم بالمدينه اللي انت سميتها باسم عائلتك. جالس انت تحمي المتظاهرين، لا انزل، يقول لك اطلع منها كافي. رايك بقوات حفظ القانون يا ابو علي؟ ابو علي، هذه الجديده؟ نعم. هذه الجديده، هذه تكسر وراها الاف اللي دخلوا الان الى الزوار. هم هذول راح يصيرون جزء من هذا الثوار. راح يصيرون جزء. الايرانيين اللي دخلوا من الحرس الثوري ويا الزوار، هذول راح يصيرون جزء من هذول الميليشيات الجديده، يعني احنا عايزين ميليشيات، يعني اللي على الشرطه شو على المتظاهرين. تقصد قوات حفظ القانون هي ميليشيات جديده مشكله؟ اكيد تعتمد. نعم. بعد الشرطة شو كانت تسوي؟ لكن سعد معن يقول هي تتبع وزارة الداخلية. هي تتبع الميليشيات، اكل ميليشيات وزارة الداخلية، اكل ميليشيات الجيش اللي ضموه هذا الحشد، هذه كلها ميليشيات يعني. نعم. وإن يعرفهم هذول منين؟ رواتبهم اللي تنطيهم اياها خربطوها للشعب. نعم. خلوهم ما يتظاهرون. سيد أبو علي، هل يحتاج العراق إلى قوات جديدة أصلاً؟ يعني ألا يكفي ما تمتلكه هذه الحكومة من قوات وميليشيات؟ والله إنه يحتاج إلى عقول حتى تبنينا ونقعد عندهم، وما نريد قوات، إحنا نحمي أمننا، إحنا نحفظ أنفسنا. يعني بدل لا أنت ألف يحمون المتظاهرين، شوف ما فعل بالمتظاهرين، نعطيهم مو عصر سحرية. نعم. ما تحتاج ألف، هذه هي يعني ما تجي يعني عقل يفكر بها، أنت المتظاهرين وأنت صادق، لو الحكومة صادقة في تنفيذ مطالب الثوار. نعم. كانت تحتاج الى عدد وقالت احنا راح نشتم، لا، لان هي عندها نيه الكذب وبيته. يعني لو احنا راح نشتم عليكم خافوا تطلعون سويناكم الف، هذا تهديد اخي كريم. نعم. شكرا جزيلا سيد ابو علي من وسط، وضحت الفكره. ام محمد من السليمانيه، تفضلي سيده ام محمد. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام. ام محمد من السليمانيه. وعليكم السلام سيدة أم محمد من السليمانية، تفضلي. نعم. نعم. إن شاء الله، إن شاء الله عيني، إن شاء الله، إن شاء الله. سيدة أم محمد تسمعينني؟ طيب، فقدنا الاتصال مع السيدة أم محمد من السليمانية. نقرأ بعض الرسائل أيضا مشاهدينا الكرام. يقول أحد المشاركين: فساد هي الحكومة والحكومة هي إيران، مرض سرطان في العراق. يقول أحد الأشخاص: السلام عليكم أستاذ محمد، كان الأجدر بالحكومة أن تعالج موضوع الفساد وأن تبدأ بالحيتان وهم رؤساء الكتل والنواب، حيث تم سرقة عشرات المليارات من الدولارات ولم تعالج رواتب المسؤولين أو تنزلها إلى النصف على سبيل المثال، وتلغي قانون رفحاء الظالم، وأن تلغي مجالس المحافظات لأنها بؤر الفساد، وأن تساوي بين جميع الطبقات بقانون رواتب موحد. كان الأجدر، هكذا يرى أحد المشاركين، يقول كان الأجدر بالحكومة أن تفعل هذا على الأقل قبل أن تهتم بقوات جديدة
كل من يشاهد الاسم في العراق وكل من يتابع سجل التاريخ أو سجل القوات الحكومية والميليشيات المنضوية ضمنها أو غيرها من تشكيلات عسكرية يعلم أنه في بلد خالي من القانون، فيتأكد أن هذه القوات لن تأتي لغرض شريف في هذا البلد. أم محمد من السليمانية عادت من جديد، تفضلي. السلام عليكم استاذ محمد. سلام لحضرتك والقناة الرافدين وكادرها. بس اتصل وما حصلتهم. تفضلي ام محمد، انت على الهواء الان، تفضلي. ان شاء الله. ان شاء الله. اهلا بك. نعم. ام محمد. فقدنا اتصال مع السيدة ام محمد، يبدو ان هناك مشكلة. ارجو من السيدة ام محمد اذا كانت تسمعني ان تدخل في الموضوع مباشرة حتى لا تحدث هذه المشكلة ونستفيد قدر الامكان من مشاركتها. شكرا جزيلا. معنا ابو راشد من عمان، تفضل ابو راشد. فقدنا الاتصال مع السيدة ابو راشد. طيب نكمل قراءة الرسائل المشاهدين الكرام. عفوا. يقول السلام عليكم اخي محمد، أنا محمد من بغداد. أكو قوات كبيرة دخلت بغداد قبل قليل وتحمل مدرعات وجيش جرار، الله يستر من هالعملاء الإيرانيين. أنا منتسب، أحذر إخواني المتظاهرين، احذروا، أخذوا حذركم. شكرا جزيلا يا محمد. رسالة تقول: السلام عليكم أستاذ محمد، الحكومة قامت بتشكيل قوات حفظ القانون، هذه أكذوبة من أكاذيبهم، وذلك لتخويف المتظاهرين يوم 25/10. إن شاء الله سيكون نهايتهم في ذلك اليوم، والحكومة في حالة انهيار تام وتخبط في القرارات. تحياتي لقناتكم، أبو عمار من السويد. شكرا أبو عمار. معنا من معنا الآن؟ يوسف من جرف الصخر، تفضل. يوسف. سيطروا على الشيعة، سيطروا. لا أعلم ما بيوسف، يبدو أنه لم يكن معنا على الهواء. عموما أبو فيصل من السعودية، تفضل. السلام عليك. وعليكم السلام. كيف حالك أستاذ محمد؟ حياك الله أبو فيصل. تحية لك محمد، تحية للقناة العزيزة، وتحية للشعب العراقي، وأنا أحيي الشعب العراقي، وانا حي واسمح لي احيي الشعب اللبناني، وان شاء الله 25 ان شاء الله ان يسقط هذا النظام البايد بالعراق المجرم الدموي، ان شاء الله 25 ونشوف الشعب العراقي الشريف يحاكمها، وان شاء الله قريب، وان شاء الله يفعل ان شاء الله الشعب العراقي ان شاء الله. نعم. شكرا ابو فيصل. وتحيه لك. شكرا ابو فيصل. رساله اخرى تقول: طبعا لدينا الكثير حقيقه من الرسائل الوارده الان، نود أن ننصف الراسلين. ما عندنا إشكال ويا الصدريين يتظاهرون، لكن ما يطلعون بصفتهم صدريين، يطلعون بصفتهم عراقيين. أحد الأشخاص يقول ما عندنا إشكال ويا الصدريين أنه يتظاهرون، لكن يطلعون بصفتهم صدريين، ما يطلعون بصفتهم عراقيين وليس بصفتهم صدريين. يقول: رفع العلم العراقي أو راية الحسين ويمنع رفع صورة لأي سيد، الثورة قائدها الشعب، ولا يحق للسيد مقتدى التفاوض أو النطق باسم المتظاهرين، الالتزام بمطالب المتظاهرين المعروفة، تغيير نظام الحكم وتسليم القاتلين للشعب وغيرها، وأي حلول ترقيعية مرفوضة، ما نريد فتنة بين المتظاهرين. 25/10 موعدنا. يقول أحد الأشخاص: الكل صار وإصلاح، لعد منو باقي العراق؟ وين أكو قانون؟ بس أكو أحزاب متنفذة. رائد من النجف يقول: السلام عليكم، رأس الفتنة والشر وكل ما جرى من الاحتلال إلى الآن، والسبب الرئيس في الاحتلال الإيراني هو المرجع الإيراني السيستاني وابنه، فهم من أوصل جميع أدوات إيران إلى الحكم في العراق، سواء بالفتوى أو التعيين المباشر لرئيس الوزراء وجميع المناصب القيادية. رائد من النجف، شكرا يا رائد. مشاهدينا نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود. Yeah.
هذول الطلاب شو قاعد يعبون شلون؟ هذا حال الطالب العراقي. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نكمل الحديث في هذه الحلقة عن قوات حفظ القانون التي شكلتها هذه الحكومة تتبع هذه القوات لوزارة الداخلية. كل من شاركنا الآن وكل الرسائل التي وردت على الواتساب تقول بأنه هذه القوات هي لقمع المتظاهرين في يوم 25 تشرين القادم، هذه المظاهرات التي يتوقع العراقيون ويدعون إلى الخروج بها بشكل كبير جدا تصدم هذه الحكومة الموجودة الآن وتحاول أن تحدث تغييرا في العراق. هذه القوات هناك من كما قلت لكم يصفها بأنها قوات قامعة، ونحن طرحنا تساؤلات، ما الذي تختلف به هذه القوات عن سابقاتها، وما الذي تختلف به أيضا عن الميليشيات المشكلة أو قوات وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع. فيبدو أنه لا جديد في هذه القوات، وحتى الاسم هو مبتذل حقيقة في بلد خرج للتو من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فاقد للأهلية أصلا أن يكون ضمن هذا المجلس، وبلد مصنف من أخطر بلدان العالم وفيه أخطر عاصمة في العالم وظروف كثيرة في التصنيفات والأوضاع القانونية التي تجعل هذا البلد من المستحيل أن يطبق فيه قانون أصلا في ظل هذا الخراب والفساد الذي يعيش به العراقيون، وطبعا أيضا في ظل تقارير المنظمات الدولية التي تتحدث عن أن العراق بلد فاسد وقانونه فاسد وكذلك قضاؤه فاسد وفيه سلطة وفيه طائفية وفيه تحزب ومحاصصة وظروف كثيرة تمنع إحقاق الحق وتمنع تطبيق القانون بشكل فعال وبشكل صحيح أصلا. طيب معنا سيد يوسف من السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك يا أخ محمد. حياك الله يوسف، أهلا وسهلا. موضوع الحلقة مناسب جدا عن هذه القوات. نعم. وفرت معلومات لدى القيادة الاستخبارات العراقية وأخر المعلومات السرية. نعم. لأن القوات الأمريكية ستحضر من سوريا للعراق لحماية المصالح الأمريكية وليس حماية الشعب. نعم. هذه القوات التي تتحدث عنها حاليا هي ليس قوات عراقية إنما هي قوات أمريكية حضرت للعراق لحماية المصالح الأمريكية والنفط العراق. نعم. المصالح الأمريكية والنفط العراق، لا لم تحضر هذه القوات لحماية الشعب. الشعب موضوع مع حكومة عادل العبادي، وقوات عادل العبادي هي التي تقف في وجه الشعب. وفي حال يعني كان هناك انفلات أمني من قبل القوات سوف تساند هذه القوات التي حضرت من سوريا، ستساند القوات العراقية في قمع انتفاضة الشعب. أريد أن أطمن الثوار العراقيين، لا تقلقوا، لا داعي للقف، اثبتوا في ثورتكم، اثبتوا في صمودكم. لا نريد عنف، لا نريد قتل، لا نريد، دعهم يقتلون، دعهم، هناك متابعة من جميع المنظمات والجمعيات الدولية تتابعون. وللأسف يا يوسف حتى هذه المنظمات المتابعة التي وثقت، ما الذي قدمته بخلاف التوثيق؟ ما الذي قدم يعني للعراق الآن؟ من أحصاء في محكمة العدل الدولية في لاهاي، هناك متابعة، يعني هناك توجد مراقبة. نعم يا رجل، يعني 300 وأكثر من 300 شهيد في هذه المظاهرات وآلاف الجرحى. الحكومة هي التي تشكل لجنة، الحكومة المتهمة أصلا هي التي تشكل لجنة من أجل معرفة مصيرهم، والعالم يتفرج، العالم يتفرج على ما يحدث في العراق، والحكومة المتهمة المتهم الأول والأخير فيما حدث للمتظاهرين. نعم، الحكومة العراقية الحالية هي الآن مكشوفة أمام منظار العالم، كشفت لأنها يعني لا تقدر تسيطر على الأمور. نعم، شكرا جزيلا يا يوسف. إيمان من الديوانية آخر المتصلين أو المتصلات، تفضل إيمان.
إيمان. ألو مرحبا. أهلا وسهلا. تفضل إيمان. بخصوص موضوع المتظاهرين. نعم. ألو. تفضلي إيمان أسمعك. نعم. تفضلي. أي إن شاء الله. يبدو أن هناك مشكلة بالاتصال مع إيمان، شكرا لك إيمان فيما تبقى من وقت. يقول السلام عليكم إلى كل الأمهات اللواتي فقدن أولادهن عليهن بالصرخة العالية الله أكبر يا عرب الله أكبر يا مسلمين، أولادنا وأزواجنا قتلوها، ما صارت بكل الدول بس حكام العراق سووها. يقول أحد الأشخاص مقتدى شيل يدك ما حد يريدك بعد. عفوا. السلام عليكم أخي، أنا زوجة سجين وكافي ظلم، والله تعبنا حرام، كافي تعبنا، جهالنا شنو ذنبهم؟ وصلوا صوتنا إن شاء الله وصل. يقول أحد الأشخاص رسائل طويلة جدا، طبعا أعتذر لا أستطيع قراءتها، أرجو الاقتضاب قدر الإمكان الاختصار في كتابة الرسائل. أهم شيء على الشعب العراقي التركيز عليه، وأنه شعب واحد وميصير ومصير واحد ومستقبل واحد، والعمل على هذا الأساس نحن نحقق ما نتطلع إليه، ويسقط اللا نظام الحزبي الميليشياوي الإيراني. السلام عليكم أستاذ محمد، أدعو المتظاهرين العزل الحذر من السياسيين اللي يحاولون ركب الموجة. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.